60 مليون راه بزاف، طواليط وحده ب 60 مليون ديروا ابارتمات ويديروها وسطهم طواليطات البنادم، راه يا سلام بنادم عايش وعدو فين يدخل في طواليط، وراه 60 مليون راه كما قلت لك قبيله واخا يكون بنادم تحت فيها اللوز الله واخا تكون تفتح الراس طواليط ب 60 مليون بزاف، من الاحسن انه ما يديروهاش يا الطواليط. انا كاع شو غيدير بنادم زعما غيدخل زعما غيدخل غيريح فيها، راه ما يمكنش 60 مليون يديروها شي حاجه مثلا جايه لديك بحال هكاك يكون ناقصه شويه مثلا الطواليط وحده ب 60 مليون جاتني غريبه انا اخويا اش نقول لك غريبه بزاف طواليط ب 60 مليون السكن الاقتصادي وما داير 60 مليون اش من فين هي البنيه التحتيه فين هي قلنا طواليطات ب 60 مليون طواليط ب 60 مليون اش كدير ياك ما فيها الميد و جو نسي با بون لو سيج ديال الطواليط 60 ميل سي ترو نورمالمون حيت البنيه التحتيه عندنا بعدا متدهوره خصنا بعدا التعليم الصحه الطرق لان لا يعقل من نديرو دي الطواليط ديال 60 مليون وحنا اللي اموك في الصحه في التعليم في البنيه التحتيه. بالنسبه لهذا المشروع هذا اللي باغيين يديروه ديال الطواليط ديال 60 مليون هادشي جينا نقولوا 60 مليون كاينه 100 طواليط اللي غيديروها في هذا المشروع غتعطينا 6 المليار ياك يعني تقدر تكون 6 المليار اذا هذه ميزانيه كبيره يقدروا يحلوا بها بزاف المشاكل وزعما هادشي زعما حشومه هادشي اللي دايرين الدوله هادشي اللي غدير هادشي انا كنظن بانهم باقي ما متيقش بان هاد القضيه هادي اللي غيديروا ولكن ما دخلتش ليا في راسي. المهم الا كانت القضيه فيها 60 مليون بحال هكا طواليط اذا بنادم يمشي يسكن في الطواليط